بنرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي للتعقيب عن طبعا انضمام مصر لتجمع بريكس. برحب بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نسرين وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يمكن في البداية عايزين يعني نتحدث أكثر عن بريكس كمجموعة ودعوة مصر طبعا للانضمام إليها. من الممكن يعني نوضح للسادة المشاهدين ما هي مجموعة بريكس بالضبط وماذا يعني؟ الحقيقة ده تجمع اقتصادي سياسي مهم تم إنشاؤه وتأسيسه سنة 2009، والحقيقة طبعا كان في اجتماعات متعاقبة لحد امبارح كان الاجتماع رقم 15، وده اجتماع سنوي بيعقده أعضاء التجمع. الحقيقة ده طبعا في 5 دول رئيسية، يعني بريكس ده أكرونيم أو اختصار للبرازيل روسيا وطبعا الصين، بالاضافه الى احنا بنتكلم على تجمع اكبر 5 اقتصاديات ناشئه في العالم. خلينا نقول ان كمان ان التجمع ده مهمته الاساسيه هو مزيد من التعاون الاقتصادي، ويكون كتله مهمه اقتصاديه وسياسيه على المستوى الدولي. طبعا خلينا نقول ان البريكس والخمس دول دول في مقارنه مع ذا انترناشونال جروب اوف 7 او مجموعه 7 الصناعيه الكبرى. احنا بنتكلم على الولايات المتحده الامريكيه بالاضافه الى المملكه المتحده بالاضافه الى انجلترا فرنسا والمانيا وايطاليا بالاضافه الى اليابان وكندا. دول 7 دول مقارنه ب5 دول. التجمعين دول اهم تكتلات اقتصاديه سياسية في العالم كله. طبعا التكتل بتاع البريكس ده أهميته إن بيخلق حالة من التوازن في المحافل الدولية بين الاقتصاديات الكبرى في العالم. بمعنى إيه؟ يعني دلوقتي الغرب عنده التكتل بتاعه اللي هو الجي 7 أو مجموعة 7 الصناعية الكبرى. لما بنتكلم على روسيا بنتكلم على الصين بنتكلم على الهند اللي هي واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، النمو اللي هو حجم الانتاج من السلع والخدمات الخاص بالهند. لذلك كان لابد من ان يكون هناك تجمع ايضا للقاره الافريقيه باعتبارها يعني والجنوب قاره كبيره وتحتوي على خيرات كثيره يعني، وكمان جنوب الكره الارضيه. يعني احنا دايما بنتكلم على دول الشمال الغنيه او الثريه اللي احنا بنتكلم عنها، دول اوروبا الاربعه الكبار في اوروبا، المانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا، بالاضافه الى امريكا وفي قاره امريكا الشماليه امريكا وكندا، بالاضافه الى اليابان. احنا بنتكلم على الجلوبال جي دي بي او حجم الناتج المحلي الاجمالي العالمي لتجمع البريكس، بنتكلم على تقريبا 32% مقارنه بالجي 7 لو بنتكلم على 30%. يعني ايه حجم ما ينتجه السبع الدول في تجمع الجي 7؟ تقريبا 30% من انتاج العالم من السلع والخدمات، مقارنة بما تنتجه مجموعة البريكس الخمسة الكبار دلوقتي احنا بنتكلم على 32%. يعني البريكس حجم انتاجها مقارنة بالجي 7 احنا بنتكلم على ان اكبر تقريبا ب 2% من حجم الانتاج العالمي من السلع والخدمات. اهمية هذا التجمع وانضمام مصر بداية من يناير 2024 اهميته ان مزيد من التعاون، مزيد من التدفقات الاستثمارية المباشرة. طبعا كل العالم وكل الإجراءات اللي بتتم في العالم كله سواء إصلاح اقتصادي أو برامج اقتصادية هدفها الرئيسي هو الفورين دايركت انفستمنت أو الاستثمار الأجنبي المباشر. مصر بتسعى على مدار الأربع سنين اللي جايين هي بتستقطب تقريبا 40 مليار دولار، يمكن أكتر من كده شوية، 40 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، يعني تدفقات رؤوس أموال بالعملات الأجنبية المختلفة. 40 مليار دولار على مدار 4 سنين نتكلم على 10 مليار دولار سنويا. أنا دلوقتي لما بنضم كدولة مهمة في المحيط العربي والأفريقي زي مصر، طبعا ده بيدينا مزيد من التعاون ومزيد من الفرص الاستثماريه ان انا ممكن اعرضها امام التجمع. احنا دلوقتي بنتكلم على 6 دول جديده، مصر والسعوديه وايران والامارات العربيه المتحده بالاضافه الى اثيوبيا بالاضافه الى الارجنتين، يعني 6 دول بتنضم الى التجمع. يمكن ده سؤالي كان لحضرتك استاذ احمد، يعني كيف ترى هذه الدعوه من طبعا رئيس جنوب افريقيا، دعوه مصر طبعا ويعني 6 دول اخرى انضمام يعني الى تجمع بريكس للاقتصادات الناشئه، يعني هذه الدعوه يعني في طياتها تحمل الكثير من الرسائل، وليه مصر يعني كدوله؟ في تقديري وفي تحليلي الى هذا الانضمام المهم في التوقيت الاهم لمصر لتجمع البريكس بداية من يناير 2024 بيعكس الثقل
الاقتصادي والسياسي لمصر سواء في المحيط الإقليمي أو على المستوى الدولي. ليه أنا بتكلم على المستوى الدولي؟ لأن أنت دلوقتي مصر لاعب رئيسي في القضايا الدولية. مصر طول الوقت ثوابت السياسة الخارجية المصرية بتؤكد على أن إحنا على مسافة واحدة من الجميع، توازن في علاقاتنا مع الغرب والشرق، كل دول العالم احنا علاقاتنا بيها جيدة، بنحافظ على تطوير العلاقات مع كل دول العالم، ودي من ثوابت الخارجية المصرية. وبالتالي أنا دلوقتي لما بنضم كدولة بثقة لمصر، ده بيعكس الثقة الاقتصادي والإقليمي. ليه الاقتصادي؟ إيه المعايير يا أستاذ أحمد لاختيار اقتصادات بعض الدول للانضمام لمثل هذه التجمعات؟ أولا المعيار الأساسي أن يكون عندها تجربة إصلاح اقتصادي مهمة، ومصر عندها تجربة إصلاح اقتصادي مهمة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 2019، ده البرنامج الأساسي للإيكونوميك ريفورم بروجرام أو برنامج الإصلاح الاقتصادي. إحنا دلوقتي في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بيركز على قطاعات أساسية تزيد الإنتاج وترفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصاد. بتكلم على الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. احنا بتكلمنا على الثقل السياسي لمصر في المحيط الإقليمي والعالمي. طبعا الحاجة المهمة كمان الاقتصاد. ليه الاقتصاد مهم؟ لأن مصر واحدة من أهم دول العالم اللي طبقت برامج إصلاح اقتصادي مهمة، بالإضافة إلى خريطة استثمارية في كافة القطاعات. عندنا زراعة، عندنا صناعة، عندنا سياحة، القطاع صحيح. الأهم اللي مصر دلوقتي مركزة عليه بشكل أساسي. عندنا كمان على مدار العشر سنين اللي فاتت ركزنا يا أستاذ نسرين على حاجة غاية في الأهمية، وهي الانفراستراكشر أو البنية الأساسية. صحيح. مصر عملت شبكة طرق وشبكة مواني وكمان تطوير ومناطق لوجستية، يعني محيطة طبعا بالموانئ، ومناطق اقتصادية ومناطق لوجستية، وإضافة 3 مليون فدان خلال الشهور المقبلة، هيتم إضافتها إلى تقريبا 9.6 مليون فدان، هي الرقعة الزراعية المصرية. وبالتالي احنا هندخل تقريبا في 13.6 مليون فدان مصر بتزرعهم بإنتاجية عالية لكل أنواع المحاصيل. كمان المناطق الصناعية، احنا كنا بنتابع مهرجان العالمين طبعا. والزخم اللي عمله، ولكن في جزء من المنطقة الشاطئية بتاعت العالمين، وبنشوف الفعاليات الاقتصادية الرياضية والفعاليات الفنية والفعاليات الترفيهية، لكن احنا بنشوف جزء تاني هو الفعاليات الصناعية والزراعية، لأن احنا بنتكلم على منطقة صناعية في مدينة العالمين مثلا، واحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر في الاهتمام بيها دلوقتي لإنتاج السيليكون وإنتاج الصودا آش وإنتاج المشروعات البتروكيماوية في المنطقة دي. بنشوف كمان مناطق زراعية، بنشوف مناطق تعليمية وصحية. صحيح. كل دي مشروعات في الآخر في صالح الاقتصاد المصري، يعني بيعده للمنافسة وسط دول اقتصاداتها يعني طبعاً. يعني قادمة نقدر نقول.